جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما المقصود بلباس الشهرة؟ وهل يدخل فيه الأكل والأثاث والسيارة وغيرها؟ لباس الشهرة هو اللباس الذي يخالف ما عليه المجتمع، أن يلبس الرجل ما يخالف ملابس الرجال في بلده، تلبس المرأة ما يخالف ملابس النساء في بلدها، لأن هذا يجعلهما محل التندر بين الناس وحديث الناس واستغراب الناس. الواجب على المسلم أن يلبس اللباس الذي جرت عادة بلده بلبسه ما لم يكن هذا اللباس محرما. فإذا كان هذا اللباس في حدود المباح وجرت عليه عادة البلد فإنه لا يجوز له أن يخالفه، لأنه يكون لباس الشهرة الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. وكذلك في مراكب السيارات وغيرها لا يعمد الإنسان إلى الأشياء الفخمة والأشياء التي فيها بذخ وإسراف، وإنما يستعمل المتوسط الذي لا يلفت الأنظار، فيلبس من غير إسراف ويركب من السيارات من غير إسراف ويسكن من البيوت ما يناسبه من غير إسراف ولا مخيلة. نعم.